يمكن يستافدوا ولهم الشرف أن يكونوا من هذه الفئة، اللي هو أكيد أن السيدة الوزيرة أن ملايين من المغاربة ما جبروش باش يشريوا الحولي ديال العيد هذا العام، والمؤكد أن هذه الملايين من المغاربة ما عندهاش علاقة بديك الفئة اللي كتهضروا عليها دائما، والأكيد كذلك أن جزء مهم من الموظفين واللي بالمناسبة بداو كيتسلفوا من دابا حيت الأجرة ديال الشهر وشهرين سالات بسبب الغلاء والجشع وغياب المراقبة، حتى هما ما دخلوش في ديك الفئه اللي كتهضروا عليها دائما، والاكيد كذلك ان الفئه اللي كتهضروا عليها ما فيها صحاب الطاكسيات اللي كنركب معاهم يوميا وكيشكيو كل نهار دراما. اي حكومه كتحترم راسها واي وزير فلاحه كيحترم راسه من بعد الكارثه ديال عيد الاضحى والضرب في الكرامه ديال المواطنين كان على وزير الفلاحه انه يستقل، اي حكومه وزيرها كان خصو يستقل، لان حشومه اللي وقع للمغاربه، حشومه هذيك الكارثه ديال العيد، حشومه اننا في الدواور ما نقدروش اننا نشريو، في السواق ما نقدروش اننا نتحرك.